في إطار برامجها لدعم المرأة، تقيم المنظمة الليبية للتنمية في مدينة البيضة ورشة عمل تحت شعار ليبيا قائدة بإشراف معهد صحافة الحرب والسلم، بالإضافة لمشاركة بعض سيدات المجتمع المدني. يهدف هذا المشروع إلى التمكين السياسي للمرأة وتعزيز دورها في تغيير السياسات العامة. طبعا المشروع هذا متكون من مرحلتين، في نفس الوقت يضم عدة مناطق في ليبيا، اللي هي بدينا بمدينة طبرق والآن موجودين في البيضة وثم يكون في بنغازي. الورشة تستمر لمدة 7 أيام، يتم خلالها مناقشة عدة قضايا تهم المرأة، فيما سيقسم البرنامج العام إلى 3 مراحل، وهي المواطنة، القيادة، والتنوع الثقافي. وتقام أيضا على هامش الورشة عدة جلسات حوارية. فتعتبر المساواة هي جوهر قيمة المواطنة، وهي الحجر الأساسي للمواطن، لأنها تعني تنظيم العلاقة بين الاجتماعي صار وكيف عشان يقدر المواطن يعيش في الدولة، كيف دار عقد اجتماعي، هنا هذا الحاكم له واجبات والمواطن له واجبات. معرفة كل الأشياء اللي ممكن نحن تكون غايبة عن المرأة، بأن هي عنصر فاعل، عنصر له أهميته داخل المجتمع، هي على حد السواء في حقوقها أو في حقها في تولي مناصب قيادية داخل الدولة. تستهدف المنظمة الليبية للتنمية الوصول إلى أكبر نسبة من السيدات خلال زيارتها عدة مدن ليبية لتدريبهن على القيادة والريادة النسائية والتوعية بأهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي لضمان المساهمة الفعالة مستقبلا بعملية التنمية في البلاد.